جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندما يكون الرجل يسير هو وزوجته سواء في الطريق أو في الشارع، لا يقول السلام على الناس، إذ أن بعض الناس يقولون إن ذلك غير جائز، فهل هذا صحيح؟ البداءة بالسلام مستحبة سواء كانت معه امرأته أو ليست معه. إذا مر بأحد من المسلمين فإنه يسلم، يبدأهم بالسلام، ورد السلام واجب، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. البداءة بالسلام سنة، ورد السلام واجب، سواء كانت معه امرأته أو ليست معه. وإنما هذا الكلام الذي ذكره السائل من كلام العوام الذي لا أصل له. نعم.